السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير. كعادة الشهر الفضيل أنه يمر سريعا، أيام معدودات كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان يتميز عن باقي شهور العام بخصوصيته في شكل وجوهر العبادة، لذلك شهر رمضان هو فرصة طيبة جدا لإدارة والتحكم بالذات. وفكرة التحكم وإدارة الذات إن أنا أبدأ أفكر أو أعيد ترتيب أفكاري بشكل إيجابي، إن أنا أطور في مهاراتي الشخصية، إن أنا أرفع وأزود مستوى الذكاء الانفعالي والذكاء العاطفي ليا، إن أنا أحسن علاقاتي بالآخرين، إن أنا أحسن علاقاتي بالله سبحانه وتعالى، إن أنا أدير وقتي بشكل مناسب. فلو بصينا لشكل العبادة في رمضان، وأهم عبادة فهي عبادة الصوم، فلأن الصوم بيهذب النفس، بيساعد الإنسان على إن هو يبدأ ينحي العواطف السلبية زي الغضب. والغضب عرفه أرسطو، أو نتكلم عنه أرسطو، لو أنت عايز تتحكم في الغضب بتاعك قال لك إنك يجب أن تغضب في الشكل المناسب، في الوقت المناسب، بالمقدار المناسب، من الشخص المناسب. فأنت لو فكرت في الحاجات دي كلها هتلاقي إن شهر رمضان ليس وقت مناسب للغضب. لذلك إذا شتمه أحد فليقل اللهم إني صائم أو إني صائم. فبالتالي هو شهر رمضان ساعدك إن أنت تتحكم في عاطفة الغضب، وهي عاطفة سلبية وعاطفة مؤذية. عامل زي الغضب، عامل زي الوحش او زي النار، بتلتهم طاقتك الايجابيه وبتحولك لشخص غير منتج بالمره، شخص دائم التفكير بالانتقام، شخص يعني بتنقم وبتحقد على الاخرين. فحته الصوم او عباده الصيام بتساعدك على ان تهذب هذه العاطفه السلبيه. طيب أنا لو دلوقتي اتكلمت عن كلمة إدارة، فكلمة إدارة كما يعلمها دارسي الإدارة بتنقسم إلى 4 وظائف رئيسية. أولاً هي وظيفة البلانينج، التخطيط. ثانياً ها التنظيم. ثالثاً القيادة. ورابع وظيفة عندي في الإدارة هي التحكم والتقييم. فكلمة بلانينج أو تخطيط معناها وضع أهداف. سبحان الله، شهر رمضان في متسع من وضع الأهداف، حتى لو أنت مش مركز إن أنت تكتب هذه الأهداف، ولكن أنت داخل شهر رمضان وعندك مجموعة من الأهداف عايز تنجزها، سواء على المدار اليوم أهداف يومية، يقول لك إن شاء الله أنا هحافظ على ال5 صلوات في جماعة، وبتعملها زي تشيك ليست. كل ما بتخلص يومك انت صليت صلاة في جماعة، صليت الفجر، صليت الظهر، العصر، المغرب، العشاء، عمال بتظلل على التشيك ليست بتاعتك، فانت بتنجز اهداف يومية. او ان انت بتعمل اهداف على مدار الشهر، يقول لك انا هحافظ ان شاء الله على ال5 صلوات في ال30 يوم، يعني 150 صلاة في جماعة، وهحافظ ان شاء الله على صلاة القيام ال8 ركعات على مدار الشهر في جماعة، وفي ال10 الأواخر حافظ على صلاة التهجد في جماعة. فدي كلها أهداف شهرية. أو يقول لك أنا إن شاء الرحمن هختم المصحف مرة في رمضان، أو مرتين، أو 3 أو 4 أو 5. فدي كلها أهداف شهرية. وطبيعة الهدف لابد إن هو يكون زي ما إحنا بنسميه في الإدارة سمارت، يعني الهدف يكون محدد، يكون قابل للقياس، وتكون الأهداف دي يمكن تحقيقها، يمكن الوصول ليها، ويكون في تلاؤم ما بين واضع الهدف والهدف ذاته وقدراتك طبعا، ثم وضعها في إطار زمني. هو أخطر حاجة هو الإطار الزمني. طيب معظم الناس بتشتكي، بتقول أنا ما عنديش وقت لإنجاز أهدافي رمضان، خصوصا الطلبة اللي بتذاكر. طبيعة شهر رمضان للطلبة اللي بتذاكر، طبعا في ناس حالات طبعا بيدرسوا مع الشغل، فتلاقي الدنيا فيها زحمة شوية، ولكن أنا بتكلم دلوقتي عن الطلبة، خصوصا الطالب الامتحان في هذه الأيام. بنقول لسيادتك أنت عندك 2 من النماذج لطريقة المذاكرة أو طريقة
توقيت المذاكرة بين سيناريو. أول سيناريو أو أول نموذج مذاكرة ما بعد القيام، صلاة القيام حتى السحور أو حتى أذان الفجر. طبعا ذلك نسيتك، هتصلي القيام في جماعة، هترجع هتبدأ تذاكر من الساعة 11 لغاية الساعة 2:30، بتتناول وجبة السحور وبتستعد لصلاة الفجر، وبتيجي من صلاة الفجر مباشرة بتنام من الساعة 4 حتى الساعة 10، كده 6 ساعات نوم، وتقوم تواصل مذاكرة من الساعة 10 لغاية صلاة العصر، يتخللهم صلاة الظهر في جماعة، وبتنام من بعد صلاة العصر حتى اللي هو الساعة 6 عشان بتمهد بعد كده يبقى عندك ساعة إن أنت تجهز نفسك لصلاة المغرب ثم الإفطار. وبعد كده بتفطر، بعد كده بتصلي صلاة العشاء وصلاة القيام وبتنام. ده سيناريو. السيناريو التاني اللي هي المذاكرة ما بعد الفجر. ومذاكرة ما بعد الفجر مع مهين، أنا هلتزم إن شاء الله، هرجع من صلاة القيام، هنام لغاية السحور، هصحى أتناول وجبة السحور، ثم أنزل أصلي الفجر في جماعة، وأبدأ مذاكرة من الساعة 4 للساعة 12، 8 ساعات متصلة، وأعتقد ده النصاب الكامل ليك في اليوم، لا ما تذاكرش بعديها خلاص. أنت كده ذاكرت أو خدت كفايتك من اليوم في المذاكرة 8 ساعات متصلة، وبتصلي الظهر، وبعد صلاة الظهر بتنام حتى صلاة العصر، ومن صلاة العصر حتى المغرب ما تنامش في هذه الفترة خالص. حاول بقى إن أنت تقرأ وردك من القرآن، الورد اليومي من القرآن، تقرأ أذكارك، تتعبد سواء في المسجد سواء في البيت، وبتصلي المغرب وبتفطر وبتنزل تصلي العشاء والقيام، وبعد كده بتنام من صلاة القيام حتى السحور. عشان كده قلت لك ما تنامش العصر علشان يبقى عندك فرصة إنك تنام في هذه الفترة. فكده وجعلنا الليل لباسا، أخدت فترة نوم كافية بالليل، وأخدت فترة نوم كافية برضو الصبح، فبتعمل ريفرشمنت للذهن، بتعمل تنشيط للذهن، فبتواصل هذا العبء الكبير. شهر رمضان خصوصيته في تقسيم الوقت، فترة ما قبل الفطار وفترة ما بعد الفطار وما قبل ما قبل السحور، ما بين بعد ما بين صلاة القيام حتى السحور، فترة من الفجر حتى الظهيرة، تقسيمات سبحان الله. يعني هذه الخصوصية ما بتلاقيهاش غير في شهر رمضان. حتى تخفيف الأعباء للعاملين، هو اللي كان بيشتغل 8 ساعات قبل رمضان بيشتغل 6 ساعات، فأصبح برضو عندك ساعتين متسع من الوقت ممكن تعمل فيهم حاجة، ممكن تشتغل فيهم حاجة، ممكن تقرأ فيهم حاجة، تدرس فيهم حاجة. في الختام، الأشياء الصعبة لا تدرك إلا التضحيات. لابد أن تضحي وتعمل كبت لجماح النفس وتعمل ضبط للنفس حتى تنال المراتب العليا عند الله سبحانه وتعالى في الطاعة. لابد أن تضحي، وهنا دروس مستفادة من رمضان. يعني أنا مش عايز يبقى في فجوة بين رمضان لرمضان، نخلي دايما الطريق متصل من رمضان إلى رمضان. بخلص رمضان إن شاء الله ربنا يتم على خير ونكون من أهل الدنيا، بنخلص رمضان في هذا العام بناخد منه مجموعة من الدروس المستفادة لتضيء لي الطريق إلى رمضان القادم إن شاء الله. في الختام، أتمنى لحضراتكم صوما مقبولا، وأتمنى أن الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونلتقي بكم دائما على خير. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.